ناخذ اول اتصال. مساء الخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله اخوي عبد الله. الله يحييك. من معنا؟ معكم محمد البلوشي من شنا. يا مرحبا وسهلا فيك اخوي محمد. كان يتردد الصوت شويه. نحن نسمعك بكل وضوح. نعم اخوي تفضل. ابغى اتكلم عن اللي كانوا شغالين في دول مجلس التعاون. كنا نعمل لفتره وبعدين بعد ما بدت كورونا صار لا صار حاليا نحن موجودين في سلطنة عمان. نعم. ونبحث عن وظائف. ايش اللي صار يعني في خلال فتره اللي صار ان اننا قدمنا على وظائفنا وما صار لنا يعني بحكم ان اعمارنا كبيره يعني خاصه بال المجال الحكومي يعني انا اتكلم عن المجال الحكومي. لا بس انتم كنتوا تعملوا في دول مجلس التعاون. نعمل في دول مجلس التعاون. نعم. اثناء فتره كوفيد انهيت خدماتكم او انتم؟ نعم. مثلا نعم استقلتوا في هذا القبيل. نعم. نعم. طيب. وانا واحد منهم حاليا انا عمري 40 سنه. اول من جيت كان عمري 38 سنه وجيت اعمل سجلت بما اني عندي يعني بعض الشهادات العسكريه والخبرات الموجوده عندي المتوفره سجلت فيها في المجال العسكري وتم رفضها بسبب العمر يعني قال لي عمرك 38 واحنا نحتاج شباب صغار وما نبغى يعني شباب كبار. بعديها فتره اصدر مولاي جلاله السلطان هيثم حفظ الله ورعاه مرسوم عشان نحصل المبلغ معين ونقدر نرتب فيها امورنا. لكن اللي تفاجأنا فيه اني انا غير مستحق لان انا عمري 38 عام زين ولم اكمل 20 سنه في الخدمه العسكريه في المجال في الدوله اللي كنت اعمل فيها انا. ولم يشملني حتى موضوع اللي هو راتب التقاعد مجلس التعاون. لا. صندوق المتقاعدين اللي حاليا هو للجيش. وانا حاليا باحث عن عمل في كل القطاعات الحكومي اللي انا غير مؤهل فيه سبت السن نفس ما خبرتك و العسكري هذاك والحكومي المجال العسكري بشكل عام علما تقدمت عدة أماكن وروحت وقابلت ولكن ما قبلوا يعني ما عاد الشرطة والشرطة قالوا لي نفس الكلام أنت في عمر 38 إحنا ما نقدر نستقبلك. هذا عن القطاع الخاص؟ الحين بتكلم الحين توجهت للقطاع الخاص والقطاع الخاص بنفس الطريقة قالوا لي ما عندك شهايد مثل نفس شهادات الدبلوم العالي اللي هي في التقنية والكلية المهنية أو شهادة البكالوريوس الجامعية وإني ما سبق أني عملت في هذه الشركات. نعم. وهذا السبب لي أزمة حاليا قرابة يعني حين عمري 40 سنة وأنا جالس في المنزل. نعم. لكن هذا كان من خلال تعاملك المباشر مع الشركات ولا عن طريق وزارة العمل؟ مباشر كذا وكذا الاثنين مع بعض. نعم. طبعا بالنسبة لوزارة العمل يوم نزل الوظيفة أنت ترسل لهم رسالة على حسب ما يتفضلوا هم. نعم. خلال دقائق أبد عليك بالرفض يعني بسبب المؤهل ولا إيش؟ أني غير مؤهل يعني خاصة الفترة الأخيرة أن كان المؤهلين هم أصحابين ضمان الاجتماعي واللي عندهم شهايد. نعم. أما إحنا لا. نعم. فما محصل وأنا حاليا شوف عندي بيت يعني بالأجار مستأجرنا وصار لي 14 شهر ما أستطيع أني أدفع للرجل. وعدة مرات الرجل تكلم معي وقال لي كنت أبحث عن عمل وكنت أسعى في عمل معين ولكن ما صار نصب. نعم. يعني إذا لخص هذا المكالمة الأخ محمد أن أنت نعم. مسار خبرتك العملية في القطاع العسكري ونعرف أن القطاع العسكري إلى خصوصيته يعني وطبيعة الخبرة اللي فيه كذلك إلها خصوصيتها الآن. نعم. تنافسيتك في سوق العمل سواء كان في القطاع الخاص أو حتى في القطاع العسكري تواجه تحديات سببها مرة العمر ومرة سببها المؤهل الدراسي. نعم. فأنت محتاج يعني إلى النظر إلى هذه الظروف وإلى هذه الخصوصية كذلك من حيث الخبرة التي تتمتع فيها في هذا المجال لأن نعرف حتى في شركات مثل شركات خدمات الأمن والسلامة وغيرها اللي هي قريبة شوية من القطاع العسكري ويمكن تقدر أحيانا تتعامل مع بعض الحالات. نعم. لكن نحن نقول وزارة العمل بما أن عندها القدرة للوصول إلى كل هذه القطاعات سواء حكومي أو خاص أنهم يتابعوا هذا الموضوع وينظروا له يعني نظرة مختلفة نوعا ما لطبيعة خصوصيته لأنه أنت الآن بحسب كلامك أن اللي كملوا 20 سنة في القطاع العسكري والمجلس التعاون تم التعامل معهم طبعا. نعم. من ناحية التقاعد. نعم. ولكن يمكن تبقى أرقام معينة
وهذه الأرقام محتاجين أن نحن نتعامل معها. بس أريد أتأكد من نقطة، لأن الأخوة كذلك في التأمينات الاجتماعية وفق نظام الأمان الوظيفي يمكن يحتاج بعض المدخلات. أنت أنهيت خدماتك ولا أنت استقلت من الجهاز اللي كنت تعمل فيه؟ لا، احنا كنا نعمل هناك وابلغونا يعني خلال الفتره الجايه راح ننهي خدماتكم. انتم اشعروكم ب اشعرونا في هذا الموضوع. اللي حاب يصير عشان يعني انت عارف موضوع انه يقبض يعني بشكل كامل مرات بشهرين هذا الموجودات يقدم استقالته ويتوكل على الله. طيب، واللي حاب يجلس لحد اللي هو كان تقريبا 4 شهور بقيات يعني يجلس ويقدم، وبعد شهر يعني هو من هذا الوضع خلاص يعني ما بيحصل بنفس القوه كامله يعني. اها، وانت اخترت انه خلاص دام انه اشعروكم انه خلاص 9 شهور. انا 9 شهور تميت جالس يعني في بعيد عن البيت وما اقدر احضر البيت، اعرف سبت الكورونا يعني علاقات. نعم نعم، فقدمت استقالتك يعني لأنه كذا ولا كذا انت راح تنهى خدماتك. اي راح كذا ولا كذا. هذا الكلام في 2020 ولا 2021 تقريبا؟ 2020. نعم 2021 شهر 1 انا تم استقبال الكتاب اللي قدمته وقال لي خلاص توكل. اذا من 2021 نعم لحد اليوم. لحد اليوم وما عرضت عليك او قدرت تصل الى اي فرصه عمل، صحيح؟ انا علما جيت اخوي عبد الله عده اماكن وقدمت وشرحت ظروفي، ولكن نعم يعني لا جدوى من هذا الموضوع. نعم. طيب، ما حد ينظر، الكل يقول لي انت غير مرغوب فيك بسبب العمر او الشهايد يعني. نعم، عشان كذا نحن نقول يعني المفروض تكون كذلك نظره الى بعض التفاصيل، لأنه بعض التفاصيل توضح لك طبيعة التحدي. طيب محمد، خلنا نحن بدورنا نحيل هذا الموضوع لأكثر من جهة، منها أول شيء وزارة العمل إذا كان هناك يعني في فرص تتناسب مع طبيعة الخبرة اللي تتمتع فيها طوال 16 سنة الماضية اللي عملت فيها. هذه 16 سنة كلها في القطاع العسكري، صحيح؟ كلها في القطاع العسكري، وكان متنوع يعني بين عدة أشياء يعني مع الجمهور وفي التدريب وفي العروض العسكرية. كنت رجل ميداني يعني. نعم، أو نشوف حتى هيئة التأمينات الاجتماعية في نظام الأمان الوظيفي إلى حين يعني إيجاد فرصة عمل إذا كان ممكن استيعاب يعني نفس هذه الحالات اللي ما يعطوك مجال. أخوي عبد الله ما يعطوك مجال، مجرد ما تروح يقول ما نقدر يعني نوفر. هم ترى عندهم لائحة معينة بناء على هذه اللائحة يعني تظهر لهم قائمة المستحقين وهي تستهدف المن هي خدماتهم. لكن نحن مثل ما نقول يعني في بداية المكالمة والآن أكرر مرة ثانية أن بعض الحالات لها خصوصيتها، يعني أنت لا استطعت أنك تستفيد من التقاعد لأنك ما أكملت 20 سنة. نعم. ولا أنت اللي قدرت تحصل على فرصة عمل نظرا لطبيعة الخبرة اللي تتمتع فيها وهي يعني قريبة أو في المجال العسكري. فنتأمل خير إن شاء الله أخوي محمد، وعسى يا رب يعني يكون هناك في تجاوب وحل سريع لهذا الموضوع بإذن الله. بارك الله فيك. شكرا الله. شكرا جزيلا لك. تشكر حياك. يعطيك العافية. إذا موضوع محمد جاسم، ممكن وزارة العمل وممكن كذلك هيئة التأمينات الاجتماعية، لأنه واضح جدا أنه كل الخيارات ما تنطبق عليه، لا هو من هي خدماته مثلا وبيتعاملوا معه في نظام الأمان الوظيفي، ولا هو اللي أكمل 20 سنة وبيستفيد من الموضوع اللي ذكره في المكالمة، ولا هو اللي خبرته تساعده أنه يجد على فرصة عمل بطريقة سهلة في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي أو حتى القطاع العسكري في عمان.